هذا وشهد خادم الحرمين الشريفين والرئيس القبرصي توقيع اتفاقية وبرنامج تنفيذي ومذكرة تفاهم بين البلدين. شملت اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي، وقعها من الجانب السعودي وزير المالية محمد الجدعان، ومن الجانب القبرصي وزير الخارجية أينوس كاسوليتس. وبرنامج التنفيذي بين الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة النقل القبرصية، وقعه من الجانب السعودي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة عمل للطيران المدني دكتور نبيل العمودي، ومن الجانب القبرصي وزير النقل والاتصالات والأشغال ماريوس ديمتريادس. ومذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين، وقعها من الجانب السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية دكتور نزار مدني، ومن الجانب القبرصي وزير الخارجية أينوس كاسالوديس.